خلال إحدى جلسات الاستماع العلنية التي عقدها خفر السواحل الأمريكي، تم الكشف عن بعض الكلمات الأخيرة التي ذكرها طاقم الغواصة تيتان قبل انفجارها الغامض في أعماق المحيط الأطلسي في 18 من يونيو 2023. في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا جرى الاستماع لبعض تلك الكلمات التي وجهها طاقم الغواصة إلى فريق الدعم على متن السفينة بولار برينس، حيث قالوا كل شيء على ما يرام قبل تبادل رسائل نصية بشأن عمق الغواصة ووزنها. جلسات الاستماع هذه من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين، وتهدف إلى تحديد سبب الحادث وتطوير توصيات لمنع وقوع مآس مماثلة في المستقبل. الرحلة السياحية التي هدفت لاستكشاف حطام السفينة الشهيرة تايتانيك أسفرت يومها عن مقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.